الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هو الذهب المحلق؟ الحمد لله، الذهب المحلق أي الذهب الذي يكون على شكل دائرة ويوضع على العضو، وإن أردت أن نمثل لك بمثال دارج اللي كالذي يسميه النساء عندنا بالغوايش أو القلادة، فهي على شكل دائرة وتوضع على العضو. فالمحلق يعني الذي على شكل حلقة، الذي على شكل حلقة. وكأني بالسائل سمع فتوى للإمام المحدث الكبير العالم النحرير محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في تحريم لبس الذهب إذا كان على شكل حلقة، واستدل رحمه الله عز وجل وأنزل على قبره شآبيب الرحمة والرضوان والمغفرة بجمل من الأدلة التي تدل على تحريم لبس الذهب الحلي المحلق، يعني الذي على شكل حلقة. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى من جواز لبس الذهب المحلق، فيجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق. والأحاديث التي وردت في النهي عنها إما أن تكون منسوخة وإما أن تكون ضعيفة لا تقوم بها الحجة، وقد دلت الأدلة الكثيرة على جواز لبس المرأة للذهب المحلق من غير تفصيل ولا نهي، والله أعلم. وعلى ذلك دلت الأدلة الكثيرة كقول الله عز وجل في كتابه: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فذكر الله عز وجل أن الحلية من صفات النساء، وهي عامة في الذهب المحلق وغير المحلق. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذهب والحرير أحل لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فيدخل في ذلك الذهب المحلق وغير المحلق، كل ذلك مما يدل على الجواز. وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن، لا في ذهب محلق ولا في غير محلق. وفي الصحيح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة قال: فجعلن يلقين من حليهن في ثوب بلال وأقرطتهن وخواتمهن. ومن المعلوم أن القرط من الذهب من الحلي المحلق، والخاتم كذلك من الحلي المحلق، يعني الذي على شكل حلقة ودائرة. ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر شيئا من ذلك، والله أعلم.